السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. هتعملي ايه النهارده يا حنان؟ هعمل جمبري وشوربة جمبري وملوخية بالجمبري. ايه رأيكم؟ سهلة وسريعة. عندي طريقتين للملوخية اللي بالجمبري. مش عارفة صوتي واضح ولا لا. اطفي الشفاط اللي فوقية عشان انا بقلي سمك، فانا كنت فاتحة الشفاط. هنعمل جمبري وشوربة جمبري وملوخية بالجمبري. انا عندي طريقتين للملوخية اللي بالجمبري، دي طريقة منهم، والطريقة الثانية ان شاء الله باذن الله برضه نبقى نعملها. انا عملت ايه هنا؟ 3 4 معالق زيت عبيت عليهم بصلاية كبيرة، بصلتين كبار. طبعا عارفين ان شوربة الجمبري بتحتاج بصل حلو، ماشي. والجمبري اللي انت عايزاه اللي انا هعمله النهارده كيلو وربع، وهحتاج توم 5 6 فصوص توم، وهحتاج 3 4 طماطميات، فلفلتين رومي، جزرتين. دي سهلة وسريعة وما فيهاش أي افتكاسات، وإن شاء الله تعجبك. حط الورق الحلو ده كده لحد ما يسخن. هنا خلاص حبايبي البصلة ادتني اللون اللي أنا عايزاه. هجيب هنا 4 5 فصوص توم، هنحطهم برضو لحد ريحتهم ما تطلع، وبعد كده ننزل بالجزر والفلفل، وبعدين ننزل بالطماطم ونقلبهم مع بعض ياخدوا تشويحه، وبعدين ننزل بالجمبري. نزلنا بالفلفل الرومي، نزلنا بالجزر حوالي جزرتين ثلاثة، ونزلنا بالطماطم. مش هحط صلصة، طماطم بس، ماشي. لو مش عايز تعملي ملوخية عادي خلاص اعملي الطريقة دي من غير ملوخية. دي بقى هنسيبها كده حوالي 3 4 دقايق يدخلوا في بعضيهم، يسلوا في بعضيهم، بس عشان انا مش عايزاهم مسلوقين جوه الجمبري. خلاص على نار عاليه، كل ده على نار عاليه. هنا خلاص حبايبي شويه. بصوا بقى التوابل، كزبره كتير، حبه فلفل صغنون خالص، يعني ربع معلقه فلفل صغيره، يعني معلقه صغيره ناخد ربعها، نص معلقه كزبره كبيره، ربع معلقه كمون. ما نكترش كمون ليه يا حنان؟ لان انا هاخدها هاخد منها شوربه اعمل ملوخيه، فالملوخيه طبعا ما فيهاش كمون ولا قرفه، بس لازم احط عشان الجمبري. وربع معلقه صغيره برضو قرفه وملح، يبقى الكمون والقرفه قليلين جدا لان انا هاخد منها اعمل الملوخيه. لو انا مش هاخد اعمل ملوخيه يبقى ازود الكمون والقرفه. خلاص يا قلبي نقلب كده برضو. معلش حقوق عليا الكاميرا راحت. بصوا قلب كده برضو تشويحتين ثلاثه، كان نروح نازلين بعد الجمبري. هنا خلاص بنبتدي نقلب. خلاص في اهو بياخد لون، بصوا لونه بيبقى رائع، بامبا برتقاني كده، بامبا. انا مصممه ان الجمبري بامبا، مش عارفه ليه برتقاني رائع. نجيب ميه بقى ونغطيه ميه. طب لو انا مش عايزه يا حنان اعمل ملوخيه يبقى خلاص ما غطيهوش ميه، احط عليه كوبايه ونص ميه فقط لا غير، لكن انا هاخد منه شوربه للملوخيه فانا هغطيه ميه واسيبه يغلي. خلاص يعني طبعا حاطين الجمبري بيستوي بسرعه جامده، فمجرد ما يغلي خلاص. ماشي يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. بصوا هنا انا خلاص حطيت الميه كده، خلاص كده تبقى شوربه جمبري زي ما انت عايزه، بس انا هسحب منها الشوربه واخلي الجمبري لوحده بشويه الحبشتكنات اللي تحت دي. خلاص بس يغلي بس ويستوي، يغلي حوالي، نسيبه بعد ما يغلي حوالي 3 4 دقايق بس، ونطفي النار ويتقدم. لو هو هيتقدم كده شوربه خلاص، يبقى احنا كده خلاص الاكله دي كده لوحدها خلصت. بعد كده لما نشوف بقى هنعمل ملوخيه هنعملها ازاي. بصي يا قلبي انا بعمل ايه. خلاص هنا دي كده خلاص استوت، طفيت عليها. خلاص هاخد من هنا كده بالكبشه، لازم يبقى فيه مصفى، لازم يبقى فيه مصفى. بصي عشان تنزلي نضيفه كده لازم، عشان ولا تنزلي الطماطم ولا الجزر ولا الفلفل ولا اي حاجه خالص. اهي سيبي شويه للشوربه وحطي اعملي الباقي للملوخيه. ماشي ادي ده الجمبري بتاعنا كده خلص. خلاص وده ما يغليش طبعا، ده يرجع تاني. بصي وادي الشوربه اهي، دي اللي هعمل عليها الملوخيه. خلاص حبايبي نحطها بقى على النار كده تغلي، وانا ضربه تومه واحط عليها كزبره ونشوف هنعمل ازاي. ادي ملوخيتنا، نبتدي نعملها نسلكها. هي حمراء عشان احنا حاطين فيها طماطم وجزر، بس طعمها تحفه. دي طريقة من طريقة الملوخية بالجمبري. لسه في طريقة تانية لو انت مش عندك جمبري زي كده، تعملي ازاي ملوخية بالجمبري بأسهل الطرق. بصي اهي تغلي ونبتدي نحط عليها الطشة. هي دي أكلتنا. بصوا ايه رأيكم؟ ادي الملوخية بالجمبري، ادي الجمبري، ايه رأيكم؟ تحفة ورائعة، جربوها بطريقتي ان شاء الله تعجبكم بإذنك يا رب.
حياتي حبايب، جمبري والشرب ازقزه كله جنب رز بعيش. الف هنا وشفا ليكوا، يا رب طريقتي النهارده تكون عجبتكم. بحبكم قد الدنيا دي كلها. انا حنا رمضان.